بقى نقطة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وفقدوه. أنا أدي دي ميراث. هاجي مع النبي ليل نهار وفجأة يقول له بيقتله في التراب تصبح حكم تاوش. هذا من أعظم البلاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيصبر أهل البلاء البلاءات العظيم. قال من أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. حس النبي صلى الله عليه وسلم يوم حبيب لكن مش قادر يقوم مش قادر يمشي. فجعل ينادى بين رجلين العباس وعلي بن ابي طالب حاطط ايديه على كتفه وهم شايلينه رجليه بالجرب.